السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. اليوم رجعنا لكم بتجربة جديدة لسيارة كيا كادنزا موديل 2020. لكن قبل ما نبدأ تجربتنا حابين نقدم شكرنا لمين؟ واحد لمتابعينا الكرام اللي دعمونا كثير في الحلقة الماضية اللي كان فيها التجارب أو تجربة الأداء والفروقات الميكانيكية بين سيارات كيا K5 تويوتا كامري ومازدا 6. اثنين، نقدم شكرنا الجزيل ايضا لكيا الجبر واللي اتاحوا لنا فرصة تجربة السيارة سواء K5 او الكادنزا لفترة طويلة عشان نطلع لكم محتوى حقيقي وتجربة حقيقية. ما راح نقدر نجرب السيارة يوم يومين او ساعات ونعطيكم التجربة الحقيقية، لذلك جربنا السيارات على مدى اكثر من 10 ايام. بالنسبة للكادنزا انا طلعت فيها من ابها لجدة مرورا بعقب الضلع، مريت في ظروف طقس مختلفة جدا ما بين جو بارد وضباب وأمطار إلى سيول جارفة قابلتني أثناء الطريق إلى جو صيف في مدينة جدة توصل درجات الحرارة إلى حوالي 42 درجة مئوية. كانت السيارة أدائها جدا ممتاز معي، تكييفها جدا رائع، في بعض الملاحظات اللي قد تختلفون معي أو تتفقون معي فيها وإن شاء الله راح نذكرها لكم بعد ما ننهي كامل تجربتنا. لكن المهندس عبد الله رفض إلا أنه يجرب كمان السيارة، دائما رأي شخص غير رأي شخصين، صحيح. فاليوم طالعين عشان المهندس عبد الله يجرب السيارة، نختار له واحدة من العقبات السهلة جدا. يلا حيو انت اركب. شوف اسمع ما في احد يركب بعد يا اخي، والله العظيم المره الجايه اركب معك سياره لازم يكون في حفظ المقعد. يلا اوكي. عموما الان تعرف احنا وين رايحين؟ شوف انا الحين جايبك في طريق يعرفوا اهلنا، الطريق هذا اختبار السسبنشن ما يطلع الا هنا، تمام؟ المنعطفات الخطيره اللي قبل، انا اعرفكم انتم اهل سيناء اهل صحراء يعني. ما تعرفوا تسوقوا في المنعطفات كويس، فايش اسمه جبناك هنا، توكل على الله. طبعا الطريق هذا يا شباب لولبي، طلوع نزول زقزاق يمين يسار، لا هذا فوق تحت، تمام؟ فاعطيها دعسه شويه كذا وشوف. والله يا سياره ما شاء الله دعسه انت، شوف ديبان. يلا خدي ما شاء الله تبارك الله. بص اللي عايز يروح الملاهي يركب الطريق ولا السياره؟ الاثنين. رايك في السسبنشن؟ جميل جدا. انا بصراحه اخالفك الراي. لماذا؟ الكفر الامامي تحديدا لما تجي طالع على مطب حاد زي هذول اللي بيجوا عند الصرافه مثلا بتسمع اصطدام قوي جدا بالنسبه للامامي. الخلفي صراحه عاجبني، لكن السسبنشن الامامي كقياده ممتاز جدا في الظروف الطبيعيه، لكن لما تكون المطب حاد جدا راح تسمع صوت ضربه قويه. طيب شفت المطب اللي اخذناه من شويه؟ لا المطب هذا ناعم، انا اكلمك عن الرصيف. بس انا عن نفسي اللي بيكون عند الصراف احنا هنطير وهنرجع ثاني على الكراسي. لا والله بالنسبه لي انا السسبنشن مره ممتاز بالنسبه لي انا. وهذا احنا بدانا نزولنا مع عقبه الصمه. طبعا الاختيار كان للمهندس عبد الله، فسر اختيارك لعقبه الصمه تحديدا؟ سر الاختيار كان بسبب ان اغلبيه الاعطال اللي بتجينا عندنا في المركز كجير بوكس كانت بتجينا السيارات كلها استخدام عقبه الصمه طالع نازل، اللي هو دوامه بيضطر ان هو يطلع وينزل عقبه الصمه. فممشى السياره كان 35 20، واحد جاي يغير زيت على 35، فبدون ما اسال اقول له تفضل على طول، مش هسأل أقول له غيرت الزيت آخر مرة متى. فلما أجي أفك الكارتير حق السيارة حصل كمية رايش بشكل غير طبيعي. أقول له حبيبي ترى أنت عندك زيتك محروق، أقول له والله استخدامي يعني 35 ألف فعلا يعني. الحين السيارة على أي جير باشمهندس؟ النمرة الأولى عندك الأربعين وسرعته 4000، السرعة تقريبا 40 كيلومتر. طبعا السيارة في التعشيق الأولى أحتاج أدعس لها بنزين عشان تبدأ إن هي تمشي معي. إذا جير واحد يمسك السيارة بشكل جدا ممتاز لو أنت قررت أنك تخفف الجهد على البريك. بالضبط. في التعشيقة الثانية تحتاج أنك أنت تستخدم البريك أكثر. طيب إيش رأيك نوقف ونشبك جهاز الفحص ونشوف حرارة الجير؟ الآن وقفنا في نصف العقبة تقريبا، درجة حرارة زيت الجير بوكس 101 درجة مئوية. راح نكمل طريقنا نزولا باستخدام الجير بوكس و
ايضا الفرامل. ولكن السؤال باش مهندس، هل درجة حرارة جير بوكس 101 تعتبر خطيرة؟ البعض يقول لك درجة غليان. ايوه، لانه بيشوفها زي درجة حرارة درجة غليان المويه، لكن السوائل تختلف اذا كانت زيوت ما هي زي المويه حقت الليتر، وحتى اذا كانت مويه الليتر المويه معالجة فبتغلي على 120 وصاعد. فما بالك لو كان زيت، والزيت هذا زيت معالج مصنوع في معامل، فمعامل الحرارة حقه عالي جدا، يعني يتحمل لين درجات عالية ما فوق ال 140. ممتاز. إذا نقول يا جماعة، لما تنزل بسيارتك مع عقبة أو تطلع مع عقبة، إذا ما ارتفعت درجة الحرارة عندك على العداد لا تهتم للرقم. في بعض السيارات، خلينا نذكر مثال، في بعض السيارات مثلا سيارات تويوتا مثلا ما فيها عداد لحرارة الجيربوكس، بينما في بعض السيارات الأمريكية في عداد لحرارة الجيربوكس، فالبعض يقعد عينه على العداد الرقمي كم وصلت حرارة الجير، فيخاف لما توصل 102 105 110. لا، السيارة لما توصل لمرحلة فعليا الجيربوكس راح يتضرر، راح تظهر لك تنبيه انه اطفئ المحرك او اوقف السيارة. الريدر راح يحس ان في مشكلة في تبديل الجيربوكس بالضبط اذا ارتفعت درجة حرارة الزيت بشكل كبير. وحنجرب كمان في الطلوع ونشوف. الان وصلت معنا درجة الحرارة في الجيربوكس على 100 درجة مئوية. طبعا الجيربوكس الان على 2، سرعة السيارة 40 كيلومتر في الساعة. وصلت معي حرارة الجير إلى 106 ورجعت 105. طبعا أعلى رقم وصلته في العقبة 106 درجات مئوية باستخدامنا نزولا الغيار الثقيل ما بين 1 و2. في الاختبار اللي فعلا راح يحكم على السيارة إن شاء الله، راح نقيس درجة حرارة الجير ودرجة حرارة المحرك في الصعود. طبعا في الصعود انت عندك اول شغلة راح يكون في لود عالي على السيارة، بحيث ان احنا طالعين لفوق تمام، بعكس ما كنا نازلين. السيارة لو حتى تفك بدون ما تدعس بنزين راح تنزل من الحالة. الحين لا، راح نحتاج RPM عالي عشان السيارة تطلع معنا بسلاسة. الشغلة الثانية، ما راح يكون في هواء داخل على المحرك بشكل قوي، فراح يعتمد بشكل كلي على تبريد المراوح. وراح نختبر السيارة إن شاء الله الحين، سنطلع مع عقبة الصمة. حلو. طبعا احنا ما توقفنا يا شباب، نزلنا ويوترن ورجعنا. الآن طبعا المكيف شغال، المكيف طبعا شغال. الآن درجة الحرارة بالنسبة للموية اللي هو المحرك 93 درجة مئوية، بالنسبة لزيت المحرك 98 درجة مئوية. فمستمرين صعودا وخليكم معنا. الآن وصلت درجة حرارة المحرك 100 درجة بالضبط، 100.5 تمام، وزيت المحرك وصل 114 درجة مئوية. طبعا بالنسبة لزيت المحرك 114 تعتبر لا شيء، مع العلم انه الزيت في السيارة هذه ماشيين عليه 9400 كيلو. طبعا السيارة ما شاء الله تبارك الله في الطلوع، البشمهندس قاعد يسوق لكن انا اشعر بالوضع رهيبة يا ابو فيصل. في تناغم غير طبيعي ما بين محرك قوي وما بين جيربوكس، في نسق تخفيض تلائم التضاريس اللي معك. يعني انت ادعس بنزين ولك دعوة. حلو. يعني الطلعات هذه انا جربتها في سيارات كثير، يعني جربتها في سيارتي وجربتها في سيارة ثانية، مش بالسهولة أبدا أنها طالع فيها. يعني تبغى لك بس تكون بتعرف تسوق وما تشيل هم إن السيارة بتكتل معك في الطريق، شغلات زي كذا أبدا ما في. طيب. تناغم بشكل كبير ما بين الجيربوكس والماكينة، تعيشاتها جدا جدا سلسة. بالنسبة للجيربوكس الآن وصلت درجة حرارته 118 درجة مئوية. الجير الآن على 2 في طلوع جدا يعتبر صعب. هل أنت اللي رجعتها 2 ولا هي رجعت 2؟ لا أنا اللي رجعتها. طب خلينا نشوف الطلعة القوية هذه كيف وضعها نفسها. خلي السيارة تريح، نشوف أي جير ممكن تأخذ. خليك على سرعة معقولة. الآن السيارة على الدي، طالعين الطلوع هذا، تخيلوا على جير 3. نشوف مع المنعطف رجعت 2، أعطيها كمان دعسة. ما يحتاج فعليا، أنت مو محتاج 1 نهائيا، بس شوف ايش ممكن يصير لو دعست دعسة جامدة.
قاعدة تتسارع معاك السيارة واصلة سرعة 60 طلوعا في الدرس الثالث في العقبة بدون ما تحتاج انه ترجع في الجير الاول. اذا اعتقد الجير واحد في السيارة هذه ما راح تحتاجه الا في النزول لربما طلعة مرة قوية، لكن ربما الطلعات ما في اقوى من كذا اظني، او راح تحتاج اقوى من كذا. فبصراحة جدا جدا عجبني تحشيقات الجير بوكس، قوة السيارة فعلا فاتنا لا هي المبالغ فيها ولا هي اللي هي مرة. بس انا احتج، خلينا نشوف الطلعة هذه بعدين اقول لك. في شيء اصعب من دي يا باشا، هات لي عقبة اصعب من دي. كنت بشوف لك عقبة بس يبغى لنا سيارة دفع رباعي، يعني سيارة تجيب. اما كسيارة سيدان ترى كل السيارات فعليا المفروض تطلع من هنا، بس مين اللي يطلع بالسهل ومين اللي يتعب؟ هنا الفرق. يا الراحة نفسية لما يكون معك السيارة، بالذات انا بعاني في الفورشنر. طبعا للمعلومية الفورشنر اللي معه 4 سلندر، لذلك شوية ضعيف. بس 6 سلندر، لا 6 سلندر بطل. بس انا عندي الفورشنر باخلاق اهم حاجة. صحيح. فانك تبغى سايق السياره وفعلا طالع عقبه قويه ما عندك الخوف. انا والله العقبه هذا كنت بطلعها بالفرشه بطني توجعني، حاسس انه ازاي ممكن تحضر مني، او لما يكون معي سياره من قويه حاسس نفس الاحساس. فالحين انت في راحه نفسيه تخليك انك تستمتع بالاجواء الحلوه هذه. وريهم الاجواء كيف. كم دفعوا لك كيا؟ ايه شوف ابا حلوه كم دفعوا لك كيا؟ مين كيا؟ لا والله حضرتك لسه جاي بالله يقول لي كم دفعوا لك كيا. كيا اسمع شلون صاحب كيا اساسا. طبعا عندي لك خبر ممكن ما يعجبك ممكن يعجبك، بس بعد ما تجرب اقول لك. إيه؟ مش العداد حق الحراره هل ارتفع او شيء؟ لا عن النص. طيب درجه الحراره في الجير بوكس الان وصلت 121 درجه مئويه، هذا اكبر رقم انا تابعته من بدايه العقبه. روح تجاوز يمديك. في النزول كان اكثر شيء وصل له 105 ماني متذكر والله، موجودة في المونتاج حنشوفها. عموما تجاوزنا السيارة وبدلت السيارة ثالث والوضع طبيعي جدا 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 على درجة حرارة 123 درجة مئوية. السيارة لا زالت تستجيب وأمورها في السليم. نبغى نشوف كم أكبر درجة حرارة توصلها وراح نخبركم كم هي. على العداد ما في أي ارتفاع، ولكن فعليا هي وصلت 123 درجة مئوية لزيت الجيربوكس. اعتقد الحين الوضع الطبيعي حقه، لان لو كان في مشكله في الحراره ولا شيء كنت حسيت ان في عندي دقه في التعشي او تاخيره، لكن فعليا الجير معايا سلس للغايه. المنعطف الاخير ننزل تاني مره. ليش؟ انا استمتع كده. صدقني حرجع اكرر عليك نفس السؤال. ايه كم دافعين لك اياه؟ يا عمي والله احنا اهم حاجه الامانه حضرتك، الناس بتثق فينا. دي خلاص دي الوحيده بفلوس تانية. طيب لازم نديهم الشعور. عموما أعلى درجة حرارة وصلتها للجير بوكس هذه هي 125 درجة مئوية، ووصلنا الآن بحمد الله إلى السودة. يا سهل صح؟ طبعا بدأت في التنازل الآن وراح تنزل أكثر وأكثر. يلا حيو سلم. طبعا ما كنا مخططين انه يطلع معانا، بس جينا نختم المقطع لقيناه في الورشه. أليمة السياره، كلمه أليمه قليله. ايش اللي لفت انتباهك؟ تجاوب الجير بوكس، يعني ترفع رجلك تدعس على طول الترس جايك تتجاوب معك وتنطلق، حتى لو انك في نفس الدعسه وكملت عليها ترجع ترس وتضغط معك تروح. طب هل سوقت سيارات قريب 6 سلندر سيدان متوسطة أو كبيرة؟ تدعس الدعسة تحس أنها تعطيك ثانية إلى ثانية ونص، ثانيتين وبعدين تعشق. لا ثانيتين ديلي هذه حراثة، هذه مشكلة. لا يعني هي فعليا في ديلي اللي هو ما كان معي تايمر وأنا قلت. طيب. بس هذه مرة جبارة، تكمل نص الدعسة على طول تنتقل معك وما شاء الله تبارك. إذا تتفق معنا أنه استجابة الجير بوكس في السيارة هذه خرافية. أنا ما أدري إيش قلت وأنا توني جاي. توك جاي. أنا هذا رأيي. طب أنا بالنسبة لي بأختلف معك أنت وياه. من أكثر الأشياء اللي أعجبتني وخلتني أسوق السيارة وأنا مطمن وقت المطر، طبعا لازم تعرفوا ان السيارة هذه وغيرها من سيارات السيدان وحتى السيارات الاس يو في غير مخصصة لقطع الاودية والسيول، لا تغامر بنفسك ابدا
ولكن لو واجهتك بركة ماء مصادفة في الطريق، مستوى دخول الماء أو الخطر لمحرك السيارة جدا مرتفع. لاحظوا هذا الشبك الأمامي، أعلى من الشبك الأمامي هو مكان دخول الهواء وبالتالي الماء لداخل المحرك. الأنتيك مصمم بطريقة جدا ممتازة، حتى أنه ما في أي فتحة لسحب الهواء من الأسفل. راح لاحظوا هذا الفلتر، فكيت أنا القربة وتأكدت منها من الداخل، لا يوجد أي مدخل للهواء غير هذا المدخل. طبعا بالعادة السيارات الرياضية تحتاج هواء أكثر، وهذا الشيء اللي أيضا نوعا ما أذهلني، أنه أداء السيارة ممتاز مع أنه مدخل الهواء للأنتيك مرتفع. دائما الهواء البارد يكون في الأسفل أكثر من الأعلى، وبالتالي سحب السيارة لهواء بارد بحكم كثافة الهواء البارد راح يكون في الأسفل وليس في الأعلى أكثر، إلا أنه السيارة قاعدة تؤدي أداء ممتاز جدا مع ارتفاع مدخل الهواء في السيارة. وهذا سر اهتمامنا بأنه صورنا لكم الانتيك والفرق بينه في مراجعاتنا السابقة، لأنه إحنا في مركز صيانة ونشوف المشاكل اللي تجينا وقت المطر. أكثر عطلين ممكن تشوفهم وقت المطر هو عطل المحرك أو نظام الدركسون. أيضا تصميم الدركسون في السيارة هذه جدا جميل، بحيث أنه الموتور الخاص بالستيرنج أو نظام التوجيه أو الدركسون زي ما تحبوا تسموه موجود داخل السيارة، أي بمعنى يستحيل وصول الماء له. أحيانا في بعض أنواع السيارات قد يصل سعر الستيرنج موتور إلى 5,000، 6,000، 8,000، 10,000 ريال ولربما أكثر بسبب دخول قطرات من الماء لداخله سوف يتلف. أي نعم هو معزول، ولكن أيا كان العزل مع ظروف الطقس يوما ما سوف تدخل الماء لداخله مدام هو موجود في نقطة أسفل السيارة. راح أوريكم مكانه في الكادنزا فين. من جهة السائق في المنطقة العلوية سوف تجد الموتور الخاص بالدركسون، وهو بعيد تماما عن أي احتمالية دخول الماء إلا لا قدر الله في حال غرق السيارة الكامل. في البداية خلوني أعتذر منكم، للأسف صورنا ومعنا ميكروفون داخل السيارة ولكن اكتشفنا في الأخير أن الميكروفون متعطل، فكثير من الأصوات المزعجة كانت من داخل السيارة. لسه أنا جاي من سفر مليانة قوارير موية على كواب على، إن شاء الله نوعدكم بالفيديوهات القادمة يكون الصوت فيها أفضل. نرجع لمحور حديثنا، واللي أكثر شيء أعتقد أنه لفت انتباهكم أنه درجة حرارة الجيربوكس وصلت 125 درجة مئوية. هل هذا عيب في سيارة كيا؟ لازم تعرفون أنه ما في سيارة ممكن تطلع العقبة اللي إحنا طلعناها، سواء عقبة الصمة أو غيرها من العقبات الصعبة نوعا ما، إلا ويرتفع حرارة الجيربوكس بلا استثناء. جربنا سيارات كثير، ما في سيارة تطلع من هذه العقبة بدون ما ترتفع حرارة الجيربوكس، ولكن تختلف درجات الارتفاع. يمكن في بعض السيارات ترتفع أعلى من السيارة اللي إحنا جربناها، وفي بعضها ممكن يكون الارتفاع أقل، ولكن في بعض السيارات يكون في عداد يظهر لك درجة حرارة الجيربوكس. إنما بالنسبة للكي 5 اللي جربناها في الحلقة الماضية، المازدا، الكامري، وأيضا الكادنزا اللي معنا في الحلقة هذه، لا يوجد فيها عداد يظهر درجة حرارة الجيربوكس. أما عداد الحرارة الموجود في الطبلون اللي خاص بالمحرك وأيضا نظام التبريد أبدا ما ارتفعت حرارته عن المستوى الطبيعي، مع العلم بأنه حتى درجات الحرارة اللي إحنا قاعدين نقيسها ونظهرها لكم في تجاربنا قد تختلف تصاميمها من سيارة إلى أخرى. في بعض أنواع السيارات يقيسون درجة حرارة الماء من منطقة لربما تكون أقل من سيارة أخرى في منطقة أخرى. في بعض السيارات يستخدمون حساسين لقياس درجة الحرارة، واحد يسمونه سلندر هيد تمبريتشر سنسور والآخر إنجن كولنت تمبريتشر سنسور أو ووتر تمبريتشر سنسور، فقد تظهر بعض الاختلافات. ولكن بالمجمل جميع السيارات اللي جربناها لهذه اللحظة ما في ولا واحدة منها ارتفعت درجة حرارتها في الطبلون عن المعدل الطبيعي. هذا الشيء اللي حبيت أوضحه لكم. ولكن هل من الطبيعي أنك تترك سيارتك ترتفع درجة حرارتها لهذا المعدل؟ طبعا أفضل لا. العقبة إذا بتطلعها مرة مرتين في الشهر في السنة ما راح تكون مضرة، لكن اللي قاعد ينزل ويطلع بشكل يومي ما أفضل أنك تستخدم سيارتك بهذا الشكل. لازم تشوف لك لها حل علشان يدوم معاك الجيربوكس أكثر. ممكن يستحمل معاك الجيربوكس 6 شهور، سنة، سنتين، 3، 4، 5 بنفس الحالة، لكن لو كانت درجات الحرارة أقل ممكن يدوم معاك أكثر. وعشان تعرف كيف راح نروح مع المهندس عبد الله ويعطينا بعض النصائح.
بالنسبة للنصيحة اللي ممكن نقدمها للعالم اللي تنزل عقبات بالشكل هذا ودوامها شبه يومي على العقبات، في خطوتين. الخطوة الأولى نقدر نقول عليها أسلوب قيادة، الخطة الثانية عبارة عن تعديل راح تقوم عليه في المركبة، اللي هو راح تركب فقط مبرد للجير، تمام؟ الشغلة الثانية أسلوب القيادة. خلينا نتكلم في النزول. إذا أنت نازل في السيارة نازل بالسيارة في العقبة، تحاول بقدر الإمكان أنك أنت توازن ما بين فرامل وما بين تعشيقة ثقيلة وأنت نازل، يعني ما تريح كليا على الجير. إن إذا كانت التعشيقة عندك فعلا بتكون قوية ما تحتاج أنك تمسك فرامل، لا، يعني فعلا لازم توازن ما بين فرامل وبين تعشيقة عشان درجة حرارة الجير ما ترتفع معاك، وفي نفس الوقت ما تتأكل الكلتشات في الجير. هذه الشغلة الأولى. في حالة الصعود تحاول تتجنب بقدر الإمكان أنك أنت يكون وزن المركبة خفيف، بحيث أنك ما تكون محمل أشخاص كثير، يعني يكون نادر لو حملت أشخاص كثير، تمام؟ هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، لو تقدر تريح وأنت طالع العقبة يا سلام، ما في فرصة للتريح، خلاص تحاول بقدر الإمكان أنك وأنت طالع ما تكون داعس RPM عالي جدا، تمام؟ تحاول أن الجير ياخد تعشيقة أو الثانية، يكون في تريح في RPM حق السيارة أثناء الطلوع. فبالشغلة هذه هتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تبعد أن درجة حرارة الجير راح ترتفع، وفي كل الحالات لابد أن درجة حرارة الجير راح ترتفع معك، لأن في بعض العوامل ما راح تكون موجودة، زي ما قلنا قبل كذا التبريد، تبريد الهواء ما راح يكون موجود. التبريد اللي راح يكون فعليا في السيارة اللي هو تبريد المراوح، ما في هواء يكفي يدخل على الليداتر ويبرد زيت الجير. فبالخطوات هذه بإذن الله هنقدر ان احنا نتفادى تلف الجير. طب هل تتوقع، انا بعلنها تحدي للمتابعين طبعا، اذا توفرت انه يقولوا لنا على سيارة ممكن ما يرتفع حرارة الجير بوكس في نفس العقبة، هل تتوقع انه في سيارة ممكن تطلع نفس العقبة بدون ما ترتفع حرارتها؟ ممكن في حالة واحدة، اذا كان قالب البلف، تمام، والمفروض النورمال ان السيارة تكون درجة حرارة الجير مثلا 100 درجة مئوية، ووقتها يوم تيجي تدخل على اللايف داتا حق السيارة وتيجي تشوف درجة حرارة الجير تحصلها مثلا 70 أو 80، فوقتها يوم تيجي تطلع العقبة هتيجي تحصل درجة حرارة الجير وصلت للدرجة حرارة الطبيعية اللي هي مثلا 100 110، وقتها تلاحظ ان الجير فعلا ما ارتفع درجة حرارة، لكن فعليا هو طلع من 70 أو 80 لين 100، يعني في ارتفاع. لو هنتكلم من ناحية الدرجات لا، راح ترتفع كلها. طب هل نزولها لما انت قلت قالب البلف الى 60 50 راح يكون مضر بنفس ضرر ارتفاعها لل 120 25؟ هو في كل الحالات زي ما قلنا ان هو انك انت تلغي 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 درجة تلغي البلف حق الجير، هذا في حد ذاته شغلة خطأ، سواء كانت في نزول ولا في طلوع، لان انت لغيت الفكرة الهندسية حق التصميم الجير بوكس. ما صمموا قال لك ان درجة حرارة الزيت هذا لازم يوصل ل 100 درجة مئوية علشان عمل الزيت هيدروليكيا داخل الجير لازم يتم بشكل صحيح لما يوصل درجة حرارة التشغيل هذه. طيب جاء وقت الاختلافات. حسب اللي سمعت منك انك تقول انه استجابة الجير بوكس مرة ممتازة، الجير بوكس مرة خرافي بوجهة نظرك، باقي مصر على موقفك؟ بالضبط. طيب أنا بصراحة أتفق معك جزئيا. أول ما بديت أستخدم السيارة حسيت أنه ماني عارف أمشي بشويش، فعليا معنى الكلمة ماني عارف أمشي بشويش. الجير بوكس يعطيك استجابة سريعة ويعطيك تسارع ممتاز، ولكن لازم أمشي بشويش. أنا ما أقعد أستخدم السيارة هذه على طول تسارع تسارع تسارع. بعد ما بديت أتعود على السيارة شوي وأمشي على خفيف، حسيت أنه في مناطق الزحام وأنا ماشي على خفيف يبدل بسرعة في خلال أمتار، 1 2 3 4 5 6 7 8، فتبدأ السيارة أحس أنه فيها شوية اهتزاز. فهل تعيدني الكلام هذا أو لا؟ بالضبط هذا أبو فيصل، وبالتحديد لما تكون السيارة على نظام الإيكو. لكن نقدر نقول هو سلاح ذو حدين. الحد الأول أن هو التعشيقات كل ما كانت سريعة، وما شاء الله الجير بوكس 8 سرعات يعني نسب تخفيض مختلفة، فهذا بيؤدي لك ل اقتصاد في البنزين وصرفية البنزين، تمام. الشغلة الثانية حاجة ممكن تتجنبها وحاجة على حسب يعني قرار راجع لك في النهاية، اللي هي السيارة مهما كان مع الوقت
راح تبدا انها تستهلك، وراح يكون في قطع استهلاكيه زي البواجي، زي فلتر البنزين، زي فلتر الهواء، الفلاتر بصفه عامه، وغير ذلك الثروتل، تنظيف الثروتل. طيب ايش الفكره ما بين هذا؟ المحرك بعد فتره اذا انت ما سويت له الصيانه بشكل جيد فراح ينخفض عزمه. طيب لما يكون لما تكون السياره نسب التخفيض حقتها مختلفه وماشي على سرعه على شو اسمه على تعشيقه عاليه اللي هي مثلا تعشيقه نمره 8، فهذا بيتطلب عزم زياده، تمام، او ان او الخارج من الماكينه لازم يلبي حاجه الجير بوكس. فالمرحله هذه لو كان عزم الماكينه ضعيف او ما لبى الشغله هذه هتحس بنتعه في السياره. نقدر نشبهها لما تكون معك جير عادي وتقوم السياره على الثاني او الثالث، لو كانت السياره بواجيها حتى تعبانه تحس ان السياره فيها نتعه كده خفيفه وتبدا ان هي بعد كده تسلك معك. فهذه هي النظريه. منها نوجه انك انت تهتم بصيانه السياره على حسب جدول الصيانه وحسب الشركه المصنعه تقول لك متى تسوي صيانتها اول باول. طب حلو، بالمناسبه تذكرت شغله، السيارة طبعا المحرك 3.5 لتر 6 سلندر يولد 290 حصان تقريبا. ضمان السيارة من كيا الجبر 5 سنوات مفتوح الكيلو. طبعا لازم تسوي الصيانة سواء انت التزمت بالضمان او لا، ولكن فعليا هذا اللي انا شعرت فيه، شعرت انه السيارة لو ضعف عزمها شوية زي ما قال البشمهندس فعليا راح تبدأ فيها نتعات. كمان في عندي مشكلة ثانية، بس خليني أسألك عن رأيك بالأول، كيف كانت الرؤية في أثناء القيادة، خصوصا أنه السيارة اللي معانا ما هي فل أوبشن، السيارة تقريبا نصف فل، ما فيها كاميرات جانبية، ما فيها كاميرات محيطية، فكيف كانت الرؤية معك؟ الرؤية كانت يعتبر مقبولة، ما هي اللي هي مرة مبدعة ولا هي اللي سيئة، يعني كانت نوعا ما ممتازة. أنا بالنسبة لي كشخص طويل أطول منك بصراحة، لما كنت أخذ دوار، طبعا دوار بيكون جهة اليسار، ماني شايف الرصيف ولاني جايب خبر. ولو تقرب معنا هنا خليني أشرح لكم وجهة نظري. وجهة نظري المراية مرة كبيرة، أوكي، والإيبلر كمان شوية عريض، جاي المنطقة هذه جزئيا ماني شايف نهائيا في المنطقة هذه، فما أقدر أشوف المنطقة اللي جنب السيارة خصوصا لما أكون بالقرب من أرصفة، فما بالك كمان لو حبيت ألف يمين وفي جنبي واحد طويل زيي ومقرب المقعدة، فعليا الجانب اليمين أنا ماني شايف، نصه مغطية اللي جالس جنبي ونصه مغطيته المراية والأيبلر. فهذه فعليا أنا واجهت فيها مشكلة مع هذه السيارة. على الطرق السريعة مرة ارتحت في السيارة، لكن بصراحة أثناء الزحام يا شوفوا لنا حل يا كيا مع الرؤية للناس القصار، ولا أعتقد أنهم راح يواجهوا مشكلة كبيرة. أنا ماني سايق أول مرة، صار لي أكثر من 20 سنة يمكن أسوق سيارة، لكن فعليا في وقت الزحام وجود الأرصفة تعبت كثير مع السيارة. تبغى تختلف معي في أي نقطة؟ في نقطة يعتبر على جنب كذا شوية، اللي هي الكراسي بصراحة غير مريحة بالنسبة لي، سواء كان المعاون ولا السائق ما ارتحت فيها الصراحة. الشغلة الثانية بالنسبة للمكيف، فتحات خروج الهواء منخفضة بالنسبة لواحد قصير زي، تمام، الهواء يجيني هنا، طيب انا ابغى تبريد هنا ما في، لما الشمس بدات انها تختفي تمام صار المبرد، صار التكييف فعلا بيبرد ما احس باي اختلاف، لكن لو درجه الحراره عاليه وبتحديد القزاز كمان ضرب الشمس في وجهك بصراحه ما انبسطت من المكيف. انا بصراحه هنا اختلف معك، لانه انا جربت المكيف في درجات حراره اعلى، جربته في جده كانت درجات الحراره فوق الأربعين درجه، وخلال دقيقتين بالضبط حنزله في مقطع آخر التجربة هذه أو في نهاية هذا المقطع، خلال دقيقة والسيارة واقفة وصلت درجة الحرارة على المنطقة هذه باستخدام مقياس الحرارة إلى 22 تقريبا درجة مئوية، وخلال دقيقة بعد ما مشيت وصلت إلى 16 درجة مئوية، يعني أقل من كذا أعتقد حتقلب فريزر. يا باشا المنطقة دي عندك عندي فين؟ هنا. طبعا القزاز الأوتو موجود في المقاعد الأمامية فقط، السائق والراكب. البعض يعتقد انه رفاهية، هو فعلا شوية رفاهية عشان تريح نفسك بس ترفع وخلصنا، لكنه كمان من ضمن مهامه سلامة الأطفال. فلاحظوا معي الآن لو رفعت القزاز الأوتو
لو كان في طفل وضع يده لا قدر الله أول ما يصطدم فيه الزجاج بدون ما يحس فيها راح يرجع، موجود فقط في النوافذ الأمامية، مع أنه دائما ركوب الأطفال في الخلف، فأنا أعتقد لو عكسوها يمكن أهون. فيجب أنه توضع جميع أنواع السيارات بهذه الطريقة لسلامة الأطفال، لأنك ممكن تقص أصابعه لا قدر الله لو رفعت الزجاج الخلفي بدون ما تنتبه. وكمان يفترض أنها موجودة حتى في الأبواب الخلفية، لكنها غير موجودة عدا السائق والراكب الأمامي. لاحظوا الآن السيارة على الأوتو هولد، لو حطيت السيارة في الإن أيضا راح تبقى على الأوتو هولد، لو فتحت الباب راح يربط مباشرة البريك، رجعنا قفلنا الباب لا زالت السيارة على الأوتو هولد. ولكن من باب أولى أنه لو أحط السيارة في البارك، أنا وصلت بيتنا خلاص، مفروض يربط البريك تلقائيا، ولو فتحت الباب ما راح يربط. إذن من باب السلامة والأمان يفترض إذا كانت سرعة السيارة صفر حتى لو لم أكن أستخدم الأوتو هولد، مفروض بمجرد ما أفتح الباب أنه يغلق الجلنط. الآن أيضا بدون الأوتو هولد لاحظوا لما أفتح الباب في الان برضو ما يقفل، يعني لازم شرط تكون الأوتو هولد شغال والسيارة في الان، إذا فتحت الباب يغلق البريك. مع أنه في أشياء أولى من ذلك، وهو أنه يكون الجير بوكس في البارك. أما أنك تطلع معنا ولو في جزء من الفيديو ما تعطينا فائدة قوية صعبة، خذ الميكروفون وشوف لنا فائدة. أنا جاي متأخر أبو فيصل، لكن عندي لكم فائدة إن شاء الله. السيارة هذه فيها تقنية وموجودة في أغلب سيارات كيا من زمان، لما تقرب السيارة تنتبه لك أنه أنت قربت منها، تعطيك رسالة ترحيبية. الرسالة الترحيبية هذه أنه تعطيك وضع ستاند باي، تبدأ أنه هي ترسل إشارات لكافة كنترولات السيارة عشان تكون جاهزة لاستقبال صاحب السيارة. التقنية هذه فيها للأمانة عيوب مع الزمن. كيف؟ أنه الريموت هذا كل ما قربت من السيارة تبدأ السيارة كلها تتفاعل، الجهد هذا كله على بطارية السيارة، كل ما قربت البطارية تستهلك، بالذات لما تكون السيارة هذه في مثلا مواقف سيارات مثلا شركة كيا، كل السيارات كيا كل ما قرب ريموت السيارة من سيارة، السيارات الثانية كلها تبدأ ترسل إشارات لبعضها، تعرفون الريموت هذا أو لا، إذا عرفوه يبدون يعطون جاهزية للسيارة، اللي هي الحساسات الكفرات، رسالة الترحيب، إلخ من هذه الأشياء. فبالتالي كل السيارات تبدأ تستهلك بطارية، الجهد هذا كله على البطاريات. السيارة هذه إذا كانت متوقفة المفترض في مكان فيه سيارات من نوع كيا كثير، وليكن وكالة السيارات أو أماكن النقل، فيها ميزة، فيها زر موجود في أغلب سيارات كيا بصفة عامة بس الناس ما تنتبه له، اللي هو الأون والأوف اللي في علبة الفيوز. علبة الفيوز فيها زر أون وأوف. زر الأون هذا معناته أنه كل الكنترولات في السيارة تكون جاهزة لاستقبال صاحب السيارة اللي بيده الريموت. إذا كانت السيارة على وضع الأوف، هنا رسالة الترحيب ووضع الستاند باي اللي في كنترولات السيارة بيتوقف، وتستخدم هذه الحركة لنقل السيارات عن طريق البحر، أو إذا توقفت في وكالة السيارات تجهيزها للبيع وكذا، أنه ما تستهلك بطارية السيارة. الكثير من المستخدمين ما يكون عارف الزر هذا، إما أنه كان على أوف يجي يقول الريموت ما يشتغل، لما قرب السيارة ما تفتح، إلخ من الأشياء هذه. سيارات كيا فيها الميزة هذه، انتبهوا لها واستفيدوا منها. من ضمن الملاحظات البسيطة داخل السيارة، احنا ما ركزنا كثير على المواصفات، ولكنه شيء فعلا لفت انتباهي، انه ازرار التكييف موجودة بالاسفل وعرض التكييف موجود بالاعلى. فتخيل انزل هنا اضغط الزر وبعدين اطلع فوق اشوف هل تفاعل معي او لا. وايضا لما تشغل التكييف من الشاشة نفسها ما تقدر تتحكم بالتكييف باللمس، لو قلنا انه بتتجاهل الازرار اللي بالاسفل. في عندنا هنا منطقة فارغة كنا نقدر نستخدمها لشاشة العرض. كمان في موضوع اخر مهم جدا للسلامة راح اوريكم اياه الان. ايضا من ضمن الملاحظات، لو بترجع ريوس
لو بترجع ريوس تعشق السيارة في الريوس، اشتغلت الكاميرا الخلفية، هذا شيء ممتاز. طبيعي كأي قائد مركبة بتطالع في الكاميرا، بتطالع في المراية الوسطية، في المراية اليمنى، في المراية اليسرى، وبترجع ريوس. يعني صار عندك أكثر من منطقة تقدر تستخدمها. الآن ببدأ أرجع ريوس، وفجأة لو في أي جسم أمامي، هذا عبد الله مر من قدام السيارة، ماني شايف شيء في الكاميرا. المراية اليمين ما في شيء، المراية اليسار ما في شيء، طالع لي التنبيه في المنتصف في الشاشة الوسطية. يعني يبغالي أقعد أتابع الدنيا كلها عشان أرجع ريوس، مفروض التنبيه اللي في منطقة المنتصف يظهر على الشاشة. وفي الختام نتمنى أن نكون قدمنا لكم شيء مفيد، ولا تنسوا نشر الفيديو لكل أصحابكم وخصوصا المهتمين في السيارات. صدقوني أي أخطاء موجودة في الفيديو، في الصوت، في المونتاج، كلها بسبب هذا. بالنسبة للقوارير اللي جاي من جدة اللي كيف تعمل صوت، أنت اللي ما قلت لي نزلها من السيارة، مشكلتك. طيب أنا جيت في نهاية الفيديو مسؤول عن تصوير الختامية فقط وعن المعلومة اللي أعطيتكم إياها، غير وأنا ما أدري عن شيء بداية الفيديو. تصوير الختامية الصوت مضروب، ونستودعكم الله ونلتقيكم على خير في حلقات أخرى قادمة. شفتم الكاميرا بإذن الله؟ الكاميرا من ظلمك يا أبو فاسر. لا الكاميرا ظلمتنا، الكاميرا ظلمتنا. دمتم سالمين، في أمان الله.